السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني الطلبة أخواني الطالبات التي تنزل الفيديو كان في جدة ديال لا كونطابيليتي جينيرال واحد الاكسبليكاسيون سي سامبل ديالي هو كان واحد الهبوط اللي كان بروميير فيديو ديالي نتمنى أنه يعجبكم وأنه تفهموا فيه الدواء وإن شاء الله نعاود نفرجي معاكم ديال الفيديو اللي كنت قاصد ونعاود نقاد إن شاء الله واحد أخر ديال الجورنال ومن بعد ان شاء الله نتقبل لكم الاسئله مثلا الشانك ونختار اعداد فيديو كونسيرنون كونسيرنون روسيس اوبيراسيون المهم نخلي لكم تفرجوا في لا فيديو اذا ممتعه ونتمنى لكم تفهموا وتخرجوا فاهمين الدرا الناس طلبت الاسئله اللي عندهم بقية رفاج واللي ما راجعوش مثلا في النورمال لا كونتابيليتي وخلوها في الراس الاول انا والبيلون هي كيبين لنا واحد الحاله الماليه ديال لونتربريز هنا غادي نبينو شنو هو لو بيلون وهنا غادي نذكرو تاع الشويه اللي هما اساسيين باش تعرفوا لو بيلون غير من برا هي الاولى عاد ندخلوا ليه كلاس با كلاس اول حاجه خصكم تعرفوا بانه لو بيلون كنقسم على دو بارتي البارتي الاولى تاع الباسيف البارتي الثانيه الاكتيف هذه اول حاجه وثاني حاجه انه الباسيف هما لي ريسورس المصادر الماليه ديال الشركه واللي زاكتيف هما لي زومبلوا هي ديك المصادر الماليه اللي عند الشركه كيفاش كتستغلهم شنو هما لي زومبلوا اللي كدير فيهم هذه اول حاجه اللي خصكم تعرفوا عليها كبيلون الحاجه الثانيه لي كلاس لي كلاس عندنا 5 كلاس في البيلون بار لو بلون كونطابل ماروكان عندك الكلاس الاول اللي هو فينونس بيرمانونس الكلاس الثاني اللي هو اكتيف اموليزي الكلاس 3 اللي هو اكتيف سيكيرون كلاس 4 اللي هو باسيف سيكيرون كلاس 5 اللي هو تريزوري اكتيف هذه ثاني حاجه باش تعرف وتاكد مزيان ومش ما تنسى هذه الكلاس تعرف بانه هذه الكلاس سون سون فورم دو شيفر 5 بحال هكا الى جيتي تتبع معايا لاحظ معايا انه كاين هكا غتمشي 5 يعني هذا الرقم 5 هنا غتلقى كلاس 1 هنا كاين كلاس 2 هنا كلاس 3 هنا كلاس 5 هنا كاين هنا كلاس 4 وهنا كاين كلاس 5 اللي هو تريزوري اكتيف كاين تريزوري باسيف غادي تشوف المواضيع هذي هادي ثاني حاجة ثالث حاجة بالنسبة للتوتال التوتال ديال اكتيف خصو ضروري هو اوبليجي انه يساوي التوتال ديال الباسيف يعني بمعنى اخر انه حيت دائما لي غوسوف يساوي لي زومبلوا هاديك خصكم تعرفوها ضروري اذا هادوك لي ريسورس ديالنا مصادر ديالنا لي ريسورس خصنا نعرفو كيف نخدم معاهم شنو هما لي زومبلوا ديالنا دابا اول حاجة غادي نبداو بالكلاس اكتيف انجليزي كلاس نبداو دقة دقة غادي نمشيو مع اكتيف انجليزي اكتيف انجليزي شنو هو نعطيو لي زومبلوا بحال فونت كوميرسيال لوكال ماتيريال دو ترونسبور ماتيريال دي بيرو و اكستر بحال هكا دابا اكتيف اوموليزي كيجمع لينا غوكو تو لي بيان و لي فالور يعني كاع لي بيان و لي فالور لي خصهم يبقاو ديغابلومون دون لونتربريز يعني خصهم يبقاو لينا داخل المقاولة ابلي زانون يعني كبر من عام خصهم يبقاو عندها بزاف نعطو مثال البيرو ديال الجيستيونير ولا ديال المدير هاي البيرو مثلا هادوك البيرو كيتسمى ماتيريال دو بيرو غادي يبقى لينا في لونتربريز بليس ان ان يعني ميمكنش لينا نجيبو بيرو نخدمو واحد اليوم ونبدلو مثلا شهر يعني ميمكنش هادو هما الحوايج اللي كيبقاو لينا كتر من عام بالنسبة عاوتاني لي ماتيريال لي غوتياج لي ماتيريال لي كيكونو داخل المصنع و بيان لي ماشين لي كيكونو داخل المصنع لي كتستعملهم لونتربريز يعني خصهم يكونو بليس ان ان هادشي كيكون في اكتيف اونجليزي يعني خصك تعرف بانه اكتيف اونجليزي كتكون في اي حاجة كتعلق بالشركة وكتكون كبر معاه بحال لوكال انه لوكال راه ما غاديش نبني اليوم وغادي من بعد شهر غادي نبدلو دونك خصو يبقى عندي واحد المدة لونغ تيرم كبر من عام كبر من عامين كبر ست عمام وباش تأكد غتمشي للبلان كونطابل غتشد اكتيف اونجليزي كلاس دو غادي تشوف كاع لي زاكتيفيتي غتلقاهم بانهم انسانون كبر من عام وغادي تأكد بان غادي تلقى بلان كونطابل معروفين دابا ندوزو للاكتيف سيركيلون كلاس 3 اكسيس هيت نو كيكون فيه ستوك مارشانديز ستوك ديال البرودويز مي كاع لي ستوك يعني بزاف ديال الحوايج اللي كاين ليكسبلوطاسيون يعني كيجمع لنا كاع لي بيان ولي فالور اللي هي الاكتيفيتي ديكسبلوطاسيون يعني اللي كديرهم لونتربريز كل نهار بشكل اعتيادي بحال لي ستوك كيما كاين هنا ديما كتخرج من الشركة ديما كتدخلهم بحال لي كليونس ديالك اليوم يعني شنو كتسال هي الفلوس اللي خاص لك اليوم يخلصوها لونتربريز يعني ديما كتبيع لي مثلا شي واحد من اكخادي يعني كتدخلها في الايد اكتيف سيكيرون دونك هاد الاكتيف سيكيرون كاع الحوايج اللي تكونوا اعتياديا يوميا
كديرهم اليوم كديرهم غدا بعد غدا بزاف ديال الحوايج بحال كاين عاوتاني تيدخل في الفالور بلاصتو يعني بحال اليوم تقد تشري اكسيون غدا تقد تبيعو بعد غدا تقد تشري تي في بي اخر تدخل فالور بلاصتو يعني كل نهار كتشري اسهم كل نهار كتبيع اسهم ممكن هذا هو الاكتيف سيكتور وكتمشي لكم دائما في كل كلاس نقول لك كتمشي لكلاس 3 بون كونتاكت مع اوكي غادي تلقى بان هذه الاكتيفيتي اللي كاين في الاكتيف سيكتور كيتعلقوا بشي حاجه اعتيادين كدير يوميا كديرها الشركه ماشي شي حاجه اللي كتكون بسيط لنا هذا الاكتيف سيكتور دابا ندوزو للتريزوري اكتيف كلاس 5 تريزوري اكتيف كما قلنا كتكون في لابونك شنو هو التريزوري اكتيف Trésor actif, il traduit des mouvements ou des valeurs en espèces, chèques au virement bancaire, ainsi que les opérations avec les banques présentes sur le débiteur sur l'entreprise. Bhalash, yani, tijmalina la banque, tijmalina la caisse, virement bancaire, mais le compte schématique, c'est le cas de la banque, le ministre de la banque, sur le débiteur, donc, gratuit compte l'actif. ديال التريزوري اكتيف يعني خزينة شنو الخلاصة انه التريزوري اكتيف كيكون واحد الخزينة ديال لونتربريز اللي فيها البنك مثلا الكونت بنكير ديال لونتربريز فيها فلوس لاكيس هو المجر ديال لونتربريز فيها فلوس اي وقت تقدر تقدر فلوس يعني باش تشوفوا اكتيف كيما قلنا يقول اكتيف اون ميزي بليس دان نو اكتيف شاكر كيكون اعتيادين التريزوري اكتيف كيكون كار كامل يعني البنك اللي مقدم شي ذلك الشيك بنكير نمشي نسحب فلوس كيف يوقف ندير الجنس بالفلوس هادو باش نقصدو التريزوري اكتيف هي الخزينة دابا غنمشيو للفينونس بيرمانون دابا هنا ملي غنمشيو كلاس 1 كنهضرو على الفينونس بيرمانون الفينونس بيرمانون كيتحسب الريزولتا الكابيتال بروبري اول حاجة الريزولتا ديال الفينونس بحالاش دابا الفينونس بيرمانون هو كيجمع لينا واحد لونسومبل ديال ريسورس موارد d'une durée supérieure à un an. C'est quoi les capitaux propres mécaniques? Il y a un autre qui voulait que l'un de nos finances permanentes soit une pièce d'oeil, il y a un mois qui part maintenant. Je ne sais pas si tu ne peux pas faire ça. Sinon, moi, je vois, c'est ma ressource, ma sœur, c'est les capitaux propres. Il y a une chérica, مثلا, اللي جاب نهار اللي هو كسب الحياة, كان دير واحد رأس مال كابيتال, إما كيديروا هذا في ليكسبلوزون, اللي هو مو الشركة, هو اللي كيجي يدير الكابيتال, ولا لي زاكسيونير, لي زاسوسي, عفوا لي زاسوسي ديال هذيك الشركة, الشركاء اللي بيقدوا واحد الشركة. كيديروا كيجمعوا فلوس كيديروا كابيتال فوق هي هذيك لونتربريز يكون ينجحوا الريزولتا مثلا الريزولتا كل عام مثلا لونتربريز كدير واحد الريزولتا كتشوف واش عندها بينيفيس ارباح ولا ديفيسيت خساره يعني واحد البروفيت هنا فاش كتقرر لونتربريز كتمشي ديك الريزولتا انه واش غتفرقها الا كان ربح تفرقها على لي ديالها لي سالاري يعني واش غتفرقها ولا اوغمونتي بها كابيتال فوق ودير لها انفستيسمون يعني هذا مصدر وهذا مصدر يعني اذا كيكون فيه ضمان يعني اذا جبت ما كدير الشركه فمن لا مثلا لي ديت فينونسمون لي ديت يعني لي ديت فينونسمون اللي كتشد مثلا الشركه كيكون فيه ضمان يعني ملي غتشد واحد كريدي عند واحد شي واحد راه غادي ينزلها ما غادي يخلصهم كبر من عام اسبوع يعني مثلا في الضمان مشهور مثلا كويس اذا هما كبر من عام لي ديت كما قلنا لي ديت عطي ضمان هو واحد فينونسمون يعني فاش كنقولو فينونسمون يعني واحد ريسورس كيكون اكبر من عادي اش بغيت نقول بخلاصة انهم دي ريسورس ابليس دانو غادي تشوفو في لو كونطاب ديالكم غادي تلقاو فيها هادشي كامل كاع لي زاكتيفيتي اللي كاينين في فينونس بيرمانون غادي تلقاهم في لي دانو غادي تلقاو شويه هما اللي فيهم ضروريين هنا ملي غادي نهضرو على ملي غادي نهضرو على كلاس 4 اللي هو باسي سيكيلو باسي سيكيلو تجمع لنا كاع تجمع لنا كاع تجمع لنا كاع لي باسيف لي ريزولتون دي زوبيراسيون سي زون باسي ديال سيك ديكسبلوطاسيون يعني تجمع لنا اي حاجه اعتياديه سو دي ريسورس ماشي شي حاجه اللي امبلوا يعني هاد باسيف سيكيلو تجمع لنا مثلا لي ديت يعني واحد لي ديت واحد الحاجه عاديه بالنسبه للونتربريز هي اللي كتشدهم يعني واحد لاكتيفيتي اللي هو عادي لونتربريز غادي نحطوهم في الباسيف سيكيلو وملي كنهضرو هنا على لي ديت كنهضرو على الفورنيسور يعني هاد الفورنيسور كيعلمنا انه كيتسنى يعني ديت دونك هنا كنحطو في الباسيف سيكيلو يعني الفورنيسور خصنا نخلصو كيتسنى وهادي راه تلحق غادي تشوف في لونكونتاب غادي تلقاو هادشي
هناك كلاس تانك من واحد كلاس آخر اللي في دوت كيزوغي باسي. هاد دوت كيزوغي باسي ممكن تحمس بزاف لي زيكزام في السيناريو بزاف حوايج مغاديش تلقاهم، ولكن هاد كلاس تانك اللي هو قريب من كيزوغي كيف كان كيزوغي باسي. هاد كيزوغي باسي شنو هو؟ Il comporte généralement une crédit offre par les banques nationales à l'entreprise pour une durée très courte. Ben, il y a un crédit qui est à faire le banque, l'entreprise doit faire du temps. Il y a une court terme. À partir de la banque nationale du mois, cette chose, c'est très récent. Donc, il m'a dit que ma trésor passé par des chiffres courts de ce scénario, donc c'est du côté avec du corps fort. Et donc, بخلاصة هذا هو البيلون اللي يكون عندنا الاكتيف والباسيف. عندنا لي كونت ديال الاكتيف لي تخوا كلاس لي كاينين في الاكتيف وجوج لي كاينين في الباسيف. لي عندنا في الاكتيف جوج تلاتة خمسة وفي الباسيف عندنا واحد ربعة. وخاصك تحفظو خصكم تحفظوهم مزيان باش تعرفو شنو عندنا في الاكتيف وشنو عندنا في الباسيف، حيت كيف ما قلت لكم ان بلون كونطابل راه انتي غادي في ليكزامان خصكم تحفظوهم مزيان. إذا هاد الكلاس خصهم يتحفظو مع لي كونت لي كود ماشي مهمين. إلا حتى في غير الكود الأول مثلا كلاس أن كلاس دو كلاس تخوا كلاس كاتر كلاس فان، المهم خصك تحطهم حيت إلا معرفتيش واحد لوبيغاسيون فاش كاينة فاش من كلاس مغاديش تعرف فاش من كلاس غادي تحطها. المهم كنتمنى هاد الفيديو تكون شرحت لكم ووصلت لكم شنو هو البيلون أون جينيرال وخطوة عليكم في الحالية. ولا عجبكم هاد الفيديو ديال الجوج ونتمنى انكم تكونوا فهمتوا، نقدروا نديروا ديك لابليكاسيون ان شاء الله ونشرح لكم لو فيلو اكثر. ومن بعد ان شاء الله ينجح الفيديو غادي نديروا فيديوهات على كونتر جينيرال على السي بي سي جورنال الى اخره. وشكرا، كان معكم طارق بولمين. دونك هذا هو الفيديو اللي كنت ديجا بارطاجيت مع الناس ديال الحضرات صحاب الدوره العاديه قبل نزول الامتحانات. كان واحد الاكسبليكاسيون سور لو كومبلون ولا بيلون بواحد الطريقة هي تخي سامبل، حاولت نوصل لكم وكيفاش نشرح لكم كل كلاس بوحدو وحاولت نعطي لي زيزونبل اللي هما كاينين. دونك هذا هو الفيديو الاول اللي كنت يلاه درت، كنت درت ليه فيديو اصلا درت فيديو قبله اللي هو على البيلون ديفينيسيون ديالو ولكن ملحقتوش لحقت البيلون بلي كلاس ديالو ديال ديجا بارطاجي مع الثاني في تي تي وبواحد لابليكاسيون غنعاود بارطاجيه ان شاء الله معكم بنفس الطريقة. ومن بعد غادي ندير الجورنال ومن بعد نديرو مثلا على الكوريكسيون ديال ليكزاما ولا شي كوريكسيون يكون شامل. هذا هاد الفيديو ديالي كونسيرنون لا كونتابيليتي اش ان جينيرال. ان شاء الله ما عليكم الا تابونا في لاشين ديالي اللي كتشوفوا لي ديال دابا طالب قول ميمي ودخلوا الجروب اس اس جي او اس قول ميمي اس ان اش اس عاود نقولها اس اس جي او اس قول ميمي اس ان اش اس غتلقاو كل جديد بالمركز الجامعي كل جديد كيتعلق بالملخصات الفيديوهات الشروحات الدارجه. دونك اسات الدارجه دائما معكم وكنستعد ان شاء الله للغطرافاج وغادي نكونوا بجنبكم. كان معكم بطبيعه الحال دائما طارق الميني وكنتمنى ان يكون هذا الفيديو يوصل لكم شي حاجه. وشكرا طلبه المركز الجامعي، لنلتقي الى ادهى.